بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في المحاضرة رقم 19 من محاضرات كورس الباور سيستم سويتش جير اند بروتكشن، واللي نتكلم فيها عن الديستانس بروتكشن. فتكلمنا في الجزء الاول عن مقدمة ونظرة عامة على الديستانس بروتكشن، بعدها تعرفنا على البيسك كونسبت للديستانس بروتكشن وكيفية تحديد البروتكشن زونز للديستانس ريلي. في هذا الجزء بنحل امثلة تطبيقية على هذا المفهوم، وبنوضح كيف يتم تحديد هذه الزونز عن طريق أمثلة حسابية. عندنا هنا سيمبل راديال فيدر، هنا ديستانس ريلي مسؤول عن حماية هذا الخط. طول الخط 15 كيلومتر، والسكندري امبيدنس لهذا الخط 0.24 زائد J.8 أوم لكل كيلومتر. المطلوب عمل السيتنج للفيرست زون فقط، وبعد ما نعمل السيتنج ندرس الريسبونس لهذا الريلي في حال كانت الميجرد أبيرنت امبيدنس 7 أوم، والحالة الثانية 25 أوم. فالخطوة الأولى هنا نحسب التوتال إمبيدنس لكامل الخط 0.24 زائد J.8 أوم لكل كيلومتر ضرب 15 كيلومتر اللي هي طول الخط، ويساوي 3.6 زائد J.12 أوم. طيب، عرفنا سابقا أن السيتنج للفيرست زون هي 80% من الإمبيدنس الخاصة بالخط اللي عليه الحماية، يعني 0.8 في 3.6 زائد J12 ويساوي 2.88 زائد 9.6 J أوم. ولحساب الأبيرنت إمبيدنس نحسب الماجنتيود ويساوي 10.02 أوم. فإذا الفيرست زون سيتنج للريلي تساوي 10.02 أوم أبيرنت إمبيدنس. فهنا لو كانت الميجرد أبيرنت إمبيدنس 7 أوم، هذا مؤشر على أنه حصل فولت، لأن الزد ميجرد أصغر من الزد 6، 7 أوم أصغر من 10.02 أوم. أما لو كانت الميجرد apparent impedance 25 أوم، هذا يعني أنه ما حصل فولت في اللاين، لأن الميجرد impedance أكبر من الست impedance. طيب، عندنا هنا سيستم مكون من 3 lines، وهنا كل distance relay مسؤول عن حماية كل line. فالريلي RAB مسؤول عن حماية line AB حماية أساسية، والريلي BC مسؤول عن حماية اللاين BC حماية أساسية، والريلي BD مسؤول عن حماية اللاين BD حماية أساسية. المطلوب هنا عمل 3 زون سيتنج لهذا الريلي RAB. وطبعا كل الإمبيدنسز المعطاة هنا هي البرايمري إمبيدنس، فما يحتاج نعمل أي كونفيرجن. فإذا قلنا الزون الأولى تكون بين 80 إلى 90% من الخط اللي تحت الحماية، مثلا نختار هنا 85%، يعني هذه هي منطقة الفيرست زون للـ RAB. فالزد 6 للفيرست زون الخاصة بالـ RAB تساوي 0.85 في الإمبيدنس الخاصة باللاين AB، يعني 0.85 ضرب 4 زائد 30J وتساوي هذه القيمة. فهنا 3.4 زائد 25.5J أوم، هذه هي الزد 6 للفيرست زون للـ RAB. فأي إمبيدنس يحسبها RAB وتكون أقل من هذه القيمة يعتبر مؤشر لحدوث فولت، والريلي بيفصل بشكل لحظي. طيب، بالنسبة للسكند زون، الزد 6 تساوي بين 120 و150% من الخط الأساسي اللي تحت الحماية، يعني مثلا 1.2 في اللاين AB إمبيدنس ويساوي هذا المقدار. فهذه منطقة الحماية، الزد 6 اللي تساوي 4.8 زائد 36J أوم تغطي هذا الجزء من اللاينز التالية، واللي يساوي تحديدا 0.8 زائد J6 أوم، واللي هي الفرق بين الست إمبيدنس وبين اللاين AB إمبيدنس، يعني 4.8 ناقص 4 يعطينا 0.8، و36 ناقص 30 يساوي 6. فقلنا أن السكند زون تغطي الجزء المتبقي من الخط الرئيسي حماية أساسية، اللي هي 15% المتبقية بزمن فصل تقريبا 0.3 أو 0.4 سكند، إضافة إلى هذا الجزء من الخطين التالية كحماية احتياطية، لأن كل ريلي عنده هنا فيرست زون خاصة فيه وتفصل بشكل لحظي. أما الثيرد زون فالغرض منها عمل فول باك أب بروتكشن لللاينز التالية. فالزد 6 هنا تساوي الإمبيدنس الخاصة بالخط الرئيسي اللي تحت الحماية، إضافة إلى 150% من الإمبيدنس الخاصة بالخط الأطول. فعندنا هنا 2 lines، لتحقيق الباك أب بروتكشن لكل 2 lines يجب أن نختار الخط الأطول،
لأن لو اخترنا الخط الأقصر بيظل جزء من الخط الأطول بدون حماية. فإذا الزد 6 تساوي 14.5 زائد 120 جي أوم، فهذا نطاق الحماية للثيرد زون، وطبعا هذه القيمة تساوي 14.5 اللي هي كامل الزد 6 لكامل هذه المنطقة ناقص 4 أوم، وهذه 90 بنفس الطريقة 120 ناقص 30. طيب نفرض ان عندنا نفس المثال السابق، لكن اللاين بي دي عنده امبيدن صغيرة جدا، فبدلا من لما كانت في المثال السابق 2 زايد 20 جي اوم، الان قيمتها 0.6 زايد جي 4 اوم. ايش اللي بيصير هنا وكيف بتكون عملية السيتينجز للثري زونز؟ فبالنسبة للفيرست زون بالضبط نفس المثال السابق 0.85 في الزد اي بي وتساوي 3.4 زايد 25.5 جي اوم. وبالنسبة للسكند زون بنفس الطريقة 1.2 في اللاين امبيدنس وتساوي هذا المقدار، فنطاق الحماية هنا للسكند زون هي هذه المنطقة وهذا المقدار يساوي 0.8 زائد 6 جي اوم، واللي هي الفرق بين هذه القيمة وهذه القيمة. طيب هل هذه السيتنج صحيحة وما هي المشكلة الأساسية هنا؟ نرجع وننوه هنا على أحد النقاط المهمة في عملية السيتنج للسكند زون، هي أن الزون 2 للريلاي الأول يجب أنها ما تغطي الزون 1 لأي ريلاي تالي بشكل كامل، فهذه الفيرست زون للآر بي دي. فواضح من هنا أن السكند زون الآر أي بي غطت بشكل كامل الفيرست زون الآر بي دي، فالمشكلة هنا أنه حصل تداخل بين التو زونز، وبالتالي أي فولت يحصل في المنطقة المتداخلة يسبب أن التو ريلايز كلها بتعمل تريب. فهنا 3 زونز الخاصة بـ RAB تكون بهذا الشكل، الفيرست زون إلى 85% والتريب بشكل لحظي، السكند زون تغطي إلى 120% والتريب تايم ديلي، أما الثيرد زون تغطي 150% من أطول خط تالي والتريب بتايم ديلي أطول. وهنا السيتنج للـ RBC الفيرست زون إلى 85% من الخط اللي تحت الحماية والتريب بشكل لحظي، وهنا السكند زون التريب بتايم ديلي. حتى الآن الوضع طبيعي وما في أي مشاكل. المشكلة تظهر هنا لما نعمل السيتنج للريلاي الخاص بالخط القصير جدا اللي هو RBD، هنا الفيرست زون للـ RBD والتريب بشكل لحظي. فالآن بتظهر المشكلة الأساسية لما نعمل سيتنج للسكند زون واللي تبدأ من نهاية الفيرست زون. فنلاحظ هنا أنه حصل تداخل بين السكند زون الخاصة بـ RAB والسكند زون الخاصة بـ RBD، فأي فولت يحصل في هذه المنطقة بيسبب أن التو ريليز RAB و RBD تفصل في نفس الوقت اللي هو بعد تايم ديلي تقريبا 0.3 سكند. فقلنا واضح أنه في أوفرلابينج بين السكند زونز الـ RAB و RBD، وهذا يسبب عدم تحقيق السلكتيفيتي، لأن أي فولت يحصل في المنطقة المتداخلة يسبب أن التو ريليز تفصل خلال 0.3 سكند. فالحل هنا إننا نعيد عملية ضبط الزون 2 للريلاي الأول RAB بحيث يغطي منطقة أصغر من المنطقة الكبيرة السابقة. فهنا تكون عملية ضبط السكند زون الـ RAB 100% من الخط اللي تحت الحماية Line AB، إضافة إلى 25 إلى 50% من أقصر خط تالي. فهنا نضمن عدم حدوث Overlapping بين السكند زونز الـ RAB و RBD. فهنا تطبيق هذه الفكرة، الفيرست زون الـ RAB بنفس الطريقة السابقة بدون أي تغيير. نيجي هنا للسكند زون، بدلا من لما كانت 120% من اللاين AB، هنا نصغر منطقة الحماية بحيث تكون 100% من اللاين AB إضافة إلى 50% من أقصر خط تالي واللي هو لاين BD. أما بالنسبة للزونز الخاصة بـ RBD فهي نفسها بدون أي تغيير. وهنا السكند زون الـ RAB كانت سابقا تقريبا إلى هنا متداخلة مع السكند زون الـ RBD، أما الآن كأننا عملنا لها شيفت وسحبناها لهذا الاتجاه لتجنب حصول أي تداخل بين الزونز. طيب عندنا هنا لاين في ريلاي عند سبستيشن A رؤيته بهذا الاتجاه، وهنا الفيرست زون إلى 80% من الخط، وهنا السكند زون، وهنا ريلاي آخر عند سبستيشن B رؤيته لهذا الاتجاه وبنفس طريقة ريلاي A، هنا الفيرست زون إلى 80% لكن بهذا الاتجاه،
وهنا السكند زون. المطلوب دراسة الريسبونس لهذه الريليز عند الفولتس الموضحة هنا F1 وF2 وF3. طبعا المطلوب هنا عند حدوث أي فولت في هذه المنطقة بين ريلي A وريلي B إن كل الريليز تعمل تريب، لأن هذا الخط هو جزء من سيستم فيه مصدر تغذية من جهة سبستيشن A ومصدر تغذية آخر من جهة سبستيشن B. فإذا عند F1 واضح من هنا إن RA بيفصل بشكل لحظي في الفيرست زون و RB بيفصل بعد تايم ديلي واللي هي السكند زون الخاصة فيه. وبالنسبة ل F2 واضح إن كل التو ريليز بتفصل بشكل لحظي لأن مكان الفولت يعتبر في الفيرست زون بالنسبة للتو ريليز. أما F3 فهي عكس F1، RB بيفصل بشكل لحظي لأنه في الفيرست زون، أما RA بيفصل بعد تايم ديلي لأنه في السكند زون. طبعا ذكرنا سابقا ان في السيستمز اللي تعتمد على كوميونيكيشن بين الريليز والكارير ايدد سيستمز يكون في تواصل بين الريليز، فمثلا عند F1 اول ما يفصل RA بشكل لحظي يرسل اشارة الى RB فيفصل مباشرة بدلا من الانتظار لفترة زمنية اللي هي التايم ديلي. فاذا هذه كانت بعض الامثلة الحسابية وتطبيقات على الدستنس ريلي سيتنج. الجزء القادم باذن الله بنتعرف على اهم وأشهر أنواع وخصائص الـ Distance Relays.